هو ماشي التخلي، وهو تعويض او تبديل، نسميه بحال كما نسميه، المترو المعلق اللي كانت غتكون المساحه ديالو هو المسافه ديالو 15 كيلومتر معلق بقيمه ماليه ديال 56 مليار الكيلومتر، دونك باربع او خمسه خطوط ارضيه للترامواي العادي. علاش خدينا هذا القرار؟ لانه الدراسه اللي دارت بينت لينا واكدت لينا بان هناك صعوبات وتكلفه ماليه، هناك صعوبات تقنيه وتكلفة، بانه ملي غادي يدوز الترامواي ايريان بينت لينا الدراسه بانه راه ممكن بعض الاحياء ماشي كلشي الاحياء يدوز فوق الترامواي، معنى الترامواي يدوز لفوق وهذيك الاحياء كتبان لتحت، وهذا من ناحيه العمرانيه غير مقبول غير مسموح به ملي كيكون الترامواي يديز والارض وكيبانوا السكان والسطوحه كيبانوا تحت. دونك هذا الجانب الثاني، وهو انه لا بد من اجراء مسطره نزع الملكيه لبعض العقارات اللي جات في المسار. وكنعرفوا مسطره نزع الملكيه هي مسطره معقده وطويله. النقطه الثالثه هو انه هذا المسار هو فيه 18 كيلومتر، معناه مسار محدود، واخا انه غيكون عنده نقل مكتف ولكن محدود. النقطه الرابعه هو انه الى درنا الترامواي الارضي غنتمكنوا من تجديد واصلاح القنوات الارضيه كلها تحت ارضيه، كلها غادا تعاود دو ازيد بالاناره ديالها بالغرس ديالها النخل كما كنشوفوا هنايا، الطريق كلها غتعاود تصايب وتعاود تزفت وتعاود دير. ثانيا عوض ما غادي، وثانيا الخط ديال الترامواي يلا ب 20 مليار، الاخر راه 56 مليار كما قلت لكم قبيله، هذا غير ب 20 مليار. رابعا عندنا خصاص كبير وكبير جدا على مستوى التنقل المكتف. ثالثا المده، نقطه اخرى المده، المده ديال الانجاز هذا المترو المعلق عرفتي شحال؟ راه الا بدينا في 2015 من سنه 2020 خمس سنين، 18 كيلومتر غطلنا خمس سنين، الوركو حنا ملي كنديروا الترامواي الارضي تقريبا المده كتكون عامين. حنا تجاوبا مع مطالب المواطنين ومع البيضاوي البيضاويات، لانه بغينا ان شاء الله في ثلاث سنين اربع سنين الجايه تكون عندنا واحد خمسه الخطوط ولا سته، ما يكونش عندنا خط واحد او جوج، بغينا ان شاء الله في خمس سنين الجايه تكون عندنا خمسه الخطوط ولا سته، وان شاء الله الرحمن الرحيم بغينا هذه الخطوط يبدا العمل بها في نفس الوقت على مستوى الاشغال وحتى على مستوى الاستغلال، الناس يركبوا لها في نقط واحد.